نشكر جمعية الأمل المولية بأندونيسيا على هذه التجربة. نشكر جمعية الأمل المولية في أندونيسيا إلى هدية العيد وبارك الله فيكم. نشكر جمعية الأمل المولية في أندونيسيا على إنشاء هدية العيد في قطاع غزة. للشعب الاندونيسي حكومة وشعبا على وقوفهم مع شعبنا الروهينجية المظلوم المصهدة في الكاميرون، والشكر الموصول أيضا مؤسسة أمل المولية ورئيسها ودمستر الذين أخذوا على عاتقهم نشر الهدى والخير للشعب الروهينجية المظلوم. Terima kasih Indonesia. Hatur nuhun Jawa Barat. Wajazakallah.